بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المعلمة روعة سطوف ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت في مادة الرياضيات الصف السابع. تاريخ اليوم هو السبت 16 كانون الثاني 2021. درسنا لليوم هو الساين نمبر ب القسم الثاني، طبعا ساين نمبر 2 بارت 1 بالقسم الأول. إذا ساين نمبر 1 كان بالأديشن والسبتراكشن، اليوم بالمالتبليكيشن، القسم الأول من المالتبليكيشن. بداية قال لي مالتبليكيشن أوف ساين نمبر، جداء عددين نسبيين أو عددين ساين نمبر. القاعدة بتقول لما أنا بيكون عندي مالتبليكيشن ضرب عددين ساين نمبر، the numerical part، نحن اتفقنا الساين نمبر 2 بارت، بارت 1 بارت 1 the sign، بارت 2 numerical part. الآن قال لي numerical part the numerical part of the product، لا ناتج الجداء، القسم العددي لا ناتج الجداء of two signed numbers، لا جداء عددين نسبيين أو اللي سميناه signed number، it the product of، هو ناتج numerical part of these two numbers، هو ناتج جداء القسمين العدديين بالنسبة لهدول العددين. إذا لما بيكون عندي multiplication جداء عددين two signed numbers، وبقول الناتج رح يكون القسم العددي للناتج هو جداء القسمين العدديين للعددين اللي أنا عندي اياهم، فبضرب القسم العددي بالقسم العددي. طيب شو بقى عندي بالنسبة للبرودكت أو الناتج؟ بقى عندي الساين، كيف رح أختار الساين؟ بلس أور ماينس. قال لي the sign of the product، إشارة الناتج ناتج الجداء is plus، إمتى بتكون plus إمتى بتكون minus؟ قال لي is plus if the two numbers have the same sign، إذا كانوا العددين بنفس الإشارة فرح تكون إشارة الناتج plus. إذا the sign of the product، إشارة الناتج ناتج الجداء بتكون plus if، إذا كان the two numbers have the same sign، إذا كان العددين بنفس الإشارة plus plus minus minus equal plus. قال لي أيضا and is minus، ورح تكون سالبي if they have different signs، إذا كانوا بإشارتين مختلفتين رح تكون إشارة the sign of the product، إشارة الناتج ناتج الجداء رح تكون سالبي. معناها أنا بالmultiplication رح أعتمد النوميريكال بارت رح يكون جداء الجزئين العدديين للعددين اللي أنا عنديهم، أما الساين رح تكون plus إذا كانوا the same sign and minus إذا كان different signs. الآن قال لي for example plus 10 times plus 14 plus 10 times plus 14. الآن plus plus the same sign بنفس الإشارة، معناها the sign is plus، plus plus the same sign نفس الإشارة معناها the sign is plus رح تكون موجبة. 10 times 14 equal 140، ناتج جداء النوميريكال بارت 1 والنوميريكال بارت 2 بالجزء الثاني او للعدد للنمبر 2 للعدد الثاني. قال لي بلس 4 تايمز ماينس 11 بلس ماينس ديفرنت ساين، ذا ديفرنت ساين، اذا ذا ساين از ماينس 4 تايمز 11 44، ماينس 7 تايمز ماينس 3 minus minus the same sign، اذا the sign is plus، اذا ما نغلط فيها the same sign plus plus minus minus، اذا the sign is plus. 7 times 3 equal 21، minus times plus، هون plus times minus the different sign بإشارتين مختلفتين، بقول minus times plus فأكوال minus. دائما لما تكون different signs بيكونوا بإشارتين مختلفتين رح أقول the sign is minus. 3 times 9 equal 27. قال لي multiplication pi minus 1، بدي أضرب بالminus 1.
دائما لما بيكون عندي signed number times minus 1 for example 8.4 times minus 1 8.4 is positive number هو عدد موجب انا بما انه ما حاطت الاشاره اكيد هي plus plus times minus equal minus different signs اشارتين مختلفتين اذا the sign is minus point 8.4 times 1 8.4 فمعناها انا بلاحظ انه النوميريكال بارت ذا سيم نفسه ذا ساين از تشينج غيرت بس انا الاشاره كانت هون بوزيتيف صارت نيجاتيف اور كانت بلس وماينس الان اللي ماينس 1 تايمز بلس 14.5 ماينس تايمز بلس ايكوال ماينس they ار different signs اشارتين مختلفتين 1 times 14.5 اذا بلاحظ انه العدد كان عندي اياه plus 14.5 كان plus the sign غيرت change the sign غيرت الاشاره كانت plus صارت minus 14.5 النوميريكال بارت رح يبقى نفسه minus 6 times minus 1 minus times minus equal plus the same sign نفس الإشارة فأنا بقول 6 times 1 6 إذن plus 6 إذن نفس الإشارة minus minus معناها equal plus 1 times 6 equal 6 الآن minus 1 times minus 2 over 3 minus times minus the they are same sign بنفس الإشارة فأنا رح أقول plus minus 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 times minus equal plus 1 times 2 over 3 أي عدد أنا بقول ضرب واحد جداء واحد أو times 1 رح يكون the number itself العدد نفسه اللي فرق معي هو الإشارات أنا بقول minus times minus equal plus و 2 over 3 رح تبقى نفسه معناها plus 2 over 3 اللي بينوت multiplying a number by minus 1 لما بضرب العدد ب minus 1 will change its sign رح غير فقط الإشارة إذا numerical part رح يبقى نفسه the same فقط will change its sign رح غير فقط الإشارة طيب إذا التقلت multiplication by 0 إذا بدي أنا أضرب بالصفر for example 0 times minus 52 الزيرو نحن اتفقنا انه ما له اشاره طيب اي عدد انا باخده حتى لو كان نيجاتيف نمبر لما بضرب بالصفر رح يبقى صفر فبقول 0 times minus 52 equal 0 40 times 0 times minus 72 في احد العوامل انا عندي اياها الفاكتورز equal 0 اذا equal الناتج كله البرودكت رح يكون زيرو اللي بملاحظة سجل عندك if one of the factors of a product is zero إذا كان أحد العوامل الفاكتورز هي العوامل اللي أنا عم بضربها a product من الجدا is zero بيساوي الصفر هذا شو بيعطيني then the product is zero إذن إذا كان أحد عوامل الجدا يساوي الصفر الزيرو then the product is zero يعني انت لمجرد تشوف جداء عدة عوامل واحد منها يساوي الصفر ما معناها الناتج صفر حتما ايضا قال لي if a product is zero اذا كان الناتج زيرو شو بستنتج انا فاكيد اكيد then one or both of the factors is zero اكيد معناها في واحد من العوامل كان صفر حتى طلع معي انا البرودكت زيرو اذا أنا بقول إذا عندي واحد من العوامل الفاكتورز هي العوامل الجداء اللي أنا عم بضربها يساوي الصفر فمعناها أكيد الناتج صفر البرودكت الزيرو إذا كان البرودكت زيرو إذا كان الناتج صفر فأكيد أكيد أنه في واحد من العوامل أو أكتر يعني ممكن يكون أكتر من عامل صفر or both أو كليهما الاثنين اللي أنا عم بضربهم the factors is zero بيكونوا واحد منهم أو الاثنين صفر فلهيك طلع معي البرودكت أو الناتج الجداء يساوي الصفر إذن معناها أنا
بوصل لنتيجة اللي هي أنه أنا لما بكون عم أقول جداء جداء عددين، إذا كانت الإشارة العددين نفسها رح يطلع عندي بلس، وإذا كانت إشارة العددين مختلفة رح تكون عندي إشارة الناتج ماينس. فإذا بلس تايمز بلس إكويل بلس، ماينس تايمز ماينس إكويل بلس. أما إذا كان different signs إشارتين مختلفتين رح يكون عندي الناتج هو بإشارة سالبة أو negative number عدد سالب. إذا plus times plus equal plus، minus times minus equal plus، minus times plus equal minus، plus times minus equal minus. لاحظنا أنه أنا لما أخذت جداء الأعداد بالماينس 1 أي عدد بضربه بناقص 1 رح أقول العدد رح خليه numerical part، الجزء العددي رح يبقى عندي نفسه، أما الإشارة هي اللي رح تتغير. كانت إشارة العدد plus ضربته بماينس 1 رح يبقى البلس رح تتحول لماينس، والنوميريكال بارت رح يبقى نفسه. حتى لو أنا أجيت قلت minus 1 times بلس 14.5، طبعا انا بعرف بالنسبه للجداء انا عندي تبديل، يعني انا اذا حطيت الماينس 1 بالاول او ال 8.4 بالاول رح يطلع عندي الناتج نفسه. فقلت ماينس 1 تايمز بلس 14.5 ماينس تايمز بلس ايكوال ماينس، ماينس 6 ماينس ماينس تايمز ماينس قلنا ذا سيم ساين بنفس الاشاره، معناها انا عندي بلس والنوميريكال بارت رح اضربهم ببعض، 6 تايمز 1 ايكوال 6. اذا انا بالامتحان متذكر القاعده بقول فورا انا بحط ال 6 النوميريكال بارت نفسه وبغير فقط اشارته اللي هي كانت ماينس ورح تصير عندي بلس. هون مثلا ماينس 1 تايمز ماينس 2 اوفر 3، قال لي ماينس تايمز ماينس، انا اتفقنا ذا سيم ساين، اذا ذا ساين از بلس، بنفس الاشاره معناها اشاره الجداء رح تكون بلس او زائد. رح أقول 1 times 2 over 3 2 over 3، معناها أنا فقط غيرت الإشارة change the sign and the numerical part the same، خليت ال 2 over 3 نفسها وخيرت الإشارة من minus ل plus. فأنت بالامتحان إذا فورا حطيت الناتج حتى لو ما طلعت فورا جداء ناقص 1 minus 1 فرح حط العدد نفسه numerical part نفسه، ولكن الماينس رح احولها لبلس والبلس لماينس. حكينا بال معناها قال لي ملتيبلينج ا نمبر باي ماينس 1 ويل تشينج اتس ساين، فقط رح غير الاشاره. لما انا كنت عم بضرب بالصفر قلت انا اذا ضربت اخذت 0 تايمز ماينس 52 ايكوال 0، معناها انا اي عدد رح اضربه بالصفر رح يكون عندي الناتج صفر. اذا كان احد العوامل يساوي الصفر اكيد البرودكت او ناتج الجداء رح يكون صفر. انتبهت هون عندي جداء 3 numbers 14 او عفوا 40 times 0 times minus 72 اذا equal 0. هذا بيوصلني للقاعدة اللي قلت if one of the factors، إذا كان أحد العوامل يساوي الصفر then the product is zero، معناها ناتج الجداء يساوي الصفر. if a product is zero، إذا كان الناتج عندي zero هذا بيعطيني نتيجة أو بستنتج أنا إنه واحد من العوامل يساوي الصفر أو العاملين اللي أنا عم بضربهم ممكن يكونوا صفر، لأنه zero times zero equal zero. هيك بيكون انتهى درسنا لليوم بالمالتيبلينج او المالتيبليكيشن اوف ساين نمبر. تعلمنا كيف انا بضرب التو ساين نمبر عددين نسبيين، حكينا كيف بستنتج الاشاره اشاره البرودكت او اشاره الناتج، تعلمت ايضا المالتيبليكيشن باي ماينس 1 والمالتيبليكيشن باي 0. بالماينس 1 قلنا بغير فقط الإشارة وبخلي النوميريكال بارت نفسه، أما بالزيرو أكيد رح يطلع عندي الناتج صفر، وإذا كان الناتج صفر فأكيد واحد من العوامل يساوي الصفر. طبعا في عندي الأسئلة اللي بتكون ورا الدرس، في عندي وظيفة
السؤال الأول والثاني والثالث exercise 1 2 3 بنهاية درس المالتيبليكيشن. طبعا الوظائف ترسل على الخاص، ينتهي وقت إرسال الوظائف في الساعة الرابعة بعد العصر، لا ترسل أي وظيفة بعد هذا التوقيت. وأرجو منكم حضور الدرس بشكل جيد، وأي استفسار فنحن في الخدمة، والسلام عليكم ورحمة الله.